انا كنت مخزني في قادير، وقع لي مرض بالراس، مرضت 20 سنة وانا كنت سواني. ملي مات والدي وليت شويه بخير، دابا الحمد لله ما عندي باش غادي نستافد من المخزن، دابا ما عندي باش نعيش 6 سنين وانا مخزني. ومرت عندهم بالراس، ما مرتش في شي واحد شي حاجه اخرى، مرت في الدوله، مرت عند الدوله ومخلي لي 960 ريال وفي الشهر، 960 ريال في الشهر، هذا هو التقاعد ديال الدوله. انا مرت عند الدوله، الله يخلي لينا سيدنا بعدا يشوف فيا من وجه الله تعالى. انا مكرفص ومعذب، الله يخلي لينا سيدنا يشوف من وجه الله تعالى. إن انا مخزني متقاعد. المحسنين، المحسنين اللي كيعاونوني مساكن والجيران. انا دابا معذب، كنمشي ناخذها والله نجيب بينا شويه السردين وشويه الخضره وناكلها والرحمه في يد الله. انا كنتسنى غير المحسنين، والله ينصر سيدنا هاد الناس، هاد الناس ولا الملك ولا جميع الناس المسؤولين يشوفوا فيا من وجه الله. انا كنت مخزني، كيما وقع لي غادي يوقع عليهم حتى هما اكثر من هاد الشيء. انا كنطلب الله سبحانه وتعالى يعاونوني ويعطوني باش نعيش، انا ما عندي باش نعيش.